أستاذ أحمد في أبريل 2017 لم تكن التجربة من الولاية الأولى مضى عليها أقل من ثلاث سنوات من يونيو 2014 حتى أبريل 2017 هذا التاريخ كان المؤتمر الوطني للشباب يعقد في مدينة الإسماعيلية تزامنا مع احتفالات بأعياد تحرير سيناء يومها الحكومة قدمت استعراضا عن الأرقام الحالية والمستهدفات رئيس الوزراء ساعتها قال أننا نستهدف تقليص معدل البطاله الى ادنى مستوياتها بحلول العام المقبل تقليل نسب التضخم لتكون رقما واحدا اتذكر ما قاله تماما وقال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على الا نحقق نموا رقميا بل نفعل من مفهوم النمو الاحتوائي او النمو الشامل يعني يستفيد كل مواطن من هذا الرقم المحقق والا يكون رقما مجردا الاستفاده من الخبرات السابقه بان الدوله او الحكومه او في عقود سابقه يمكن ان نطنطن كثيرا لارقام النمو على قيمتها واهميتها لكن انعكاسها على حياه الناس ومستواها المعيشي كان مختلفا تماما عوائد عمليه التنميه حضرتك بتقصد عوائد عمليه التنميه عوائد عمليه التنميه هنا مهمه جدا العملية التنميه المصريه آه خلي بال حضرتك آه الاستهداف اللي, اللي بيوجه ليها دايما آه الرد عليه سهل جدا والمصريين لازم يكون عندهم هذا القدر، اذا كانت الدوله مهتمه بالانسان على هذا النحو الانسان المصري عليه دور، العقد الاجتماعي اللي احنا عملناه العقد الاجتماعي عفوا اللي, اللي تم توقيعه بين الشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتخابه في الولايه الاولى وانتخابه في الولايه الثانيه يقتضي على افراد هذا الوطن استيعاب ايه اللي حصل في الدوله دي؟ لازم يتوقفوا ويشوفوا آه, 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 اه احنا كنا بنحقق معدلات نمو عاليه جدا لكن العائد بتاعها لتسهيل حي حياه المواطن علشان تشعر بالرضا، خلي بال حضرتك الشعور بالرضا آه تفيل ساتيسفايد ده حاجه مش مش سهله وبتؤسس عشانها وزارات وقياسات مختلفه وخلي بال حضرتك الدوله المصريه تقدمها بي... يعني تصنيفها بيتقدم في كل ال... 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 الاحصاءات المتعلقه بالتقدم في مستويات المعامله الانسانيه او درجه الرضا عما تحققه من انجازات. كان موجود قبل كده انجازات، كان موجود قبل كده درجات نمو، ولكن الفارق الوحيد اللي حضرتك بتتكلم عنه وده المهم هل هذا يعود على المواطن؟ هل المواطن يشعر؟ النهارده المواطن يمكن له ان يقيس من مجموعه مستويات، ممكن يقيس من مؤشر البطاله ويشوف كيف تمكنت الدوله عبر مشروعات قومية كبيرة من استيعاب عدد كبير من العمالة من قطاع الشباب المصري وحتى من العمالة المصرية اللي جات لينا بفعل يعني الأزمة الكبيرة اللي مرت بها الدولة الوطنية في ليبيا وفي العديد من الدول العربية الأخرى لازم يشوفوا إزاي الدولة المصرية قدرت إن هي تحقق هذه المشروعات القومية الكبيرة بهدف تسهيل حياة المواطن لما المواطن بيبص بس لموضوع الكباري والمواصلات ده والله يعني, يعني واحد بتشير إلى فكرة النمو الاحتوائي أو تقاسم عوائد التنمية بشكل مرضي كثير من المواطنين وربما حضرتك استمعت لهذا في أوقات سابقة إذا كنا نحقق معدلات نمو بهذا المستوى فأين هذه المعدلات من النمو في جودة الطرق لماذا أنا أسير على طرق بهذا الشكل؟ مش جودة الطرق بس بقى هنا لازم ندخل إلى مراحل عملية بناء الإنسان المختلفة اللي مرت بها الدولة المصرية طرق وكباري صح تعليم رغم كل الهجوم اللي بتتعرض ليه الدوله المصريه لكن المصريين لازم يعني يقفوا نقطه ويبتدوا يفكروا هل ده مستوى التعليم اللي احنا كنا بنتلقاه قبل كده؟ ايه الفرق بين مستوى التعليم اللي موجود دلوقتي ومستوى التعليم اللي كان موجود قبل كده؟ الهدف الغايه النهائيه بتاعته هتكون ايه؟ اعداد انسان شكله بيفكر ازاي في المستقبل؟ احنا اتعلمنا في ظروف تعليميه شديده القسوه. أه ورغم ده أه ما خرجناش لم يكن هناك من الضغط النفسي والمعنوي اللي بتمارسه مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيمارسه الاعلام المضاد على عقول المصريين في اللحظه دي الدرجه اللي بتخلي التيار الوطني نفسه بيختلف حول كثير من السياسات التي تقوم بتنفيذها حكومه تبذل كل جهد برئاسه دوله رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي ومجموعه من الوزراء الاكفاء كلهم في مجاله علشان تقدر هذه الدوله تتخطى الصعاب الحقيقه صحه تعليم نقل وسائل المواصلات لما بتبص على المنظور المتكامل في النهايه هي الدوله بتعمل كل ده ليه مش الهدف في النهايه هو الانسان قبل كده المستوى اختلف تماما عن مستوى الخدمات الصحيه اللي كان بيقدم قبل كده لو المواطن وقف وعد كم المبادرات الصحيه اللي تقدم بيها السيد الرئيس عبر مؤسسه الرئاسه او تقدمت بيها الحكومه المصريه او تقدمت بيها المؤسسات الاهليه اللي بتمارس نشاطها تحت اشراف وزاره التضامن هتلاقي ان الدوله حققت نجاحات كبيره جدا في هذه الملفات وركزت على كيف يمكن ان يتم خلق انسان بمفهوم مختلف يستطيع ان يجابه هذه التحديات في المستقبل وفي الوقت نفسه الافراد اللي بيداروا من اجل تنفيذ هذه المشروعات تتم ادارتهم وفقا لمفاهيم الاداره الانسانيه بتحقق مفهوم التنميه الشامله اللي الدوله المصريه بتتبناه لحقوق الانسان مش بس على صعيد قطاع الشباب او على صعيد... لا ده حتى على صعيد كبار السن على يعني دوله تتوجه انسانيا تجاه كل ابنائها بما في السجون يعني حضرتك لما بنشوف السجن الاخير اللي تم افتتاحه في النترون النطرون وبنشوف الخدمات وبنشوف التسهيلات اللي موجوده بداخل هذا السجن احنا بنقدر نتوقف عن رؤيه مختلفه للدوله المصريه تجاه ابنائها تجاه الانسان المصري بما فيه اعاده تقويم وتهذيبه مش بس إنه هو يمضي فتره عقوبه ويخرج الى المجتمع بنفس الاشكاليات في الاطار ده حضرتك لازم برضو نتوقف والمصريين يتوقفوا عند لمسات انسانيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها عفويا وكم مره سياده الرئيس التقى بمواطنين مصريين واستوقفهم وتحدث معهم اخرها امبارح اطفال وناس جايين بيتكلموا معاه الالتقاء المباشر بين بين راس الدوله وبين المواطنين انت بتتكلم على منطقه صعب جدا انك انت كنت تشوفها على هذا النحو آه من التقدم يعني اللي راحوا المنطقة دي قبل كده عارفين كويس قوي الشوارع فيها عاملة ازاي الطرق فيها كانت عاملة ازاي انت بتنقل آه الحضارة